كشف المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن تفاصيل فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 التي ينظم خلال يومي 26 و27 من الشهر الجاري. وسط الزخم إعلامي كبير، تم الكشف عن تفاصيل فعاليات وأجندة الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 التي جاءت تحت عنوان دروس الماضي تطلعات المستقبل، وهو الحدث الدولي الأبرز الذي يجمع كبار الشخصيات من قادة التغيير والمسؤولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب. التجربة الماضية يمكن خلال السنوات السنتين الأخيرات ما في شك أن التعامل مع الجائحة والتعامل مع الظروف والتغيرات الاقتصادية والسياسية يتطلب منا أن نضع هذه التصورات في منصة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. سوف نناقش كل هذه التجارب اللي مرينا فيها في المرحلة الماضية ونرسم سياسة للمستقبل. وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض ما تحويه الأجندة من جلسات نقاشية وحوارات مع شخصيات مشاركة في المنتدى. 79 مشارك من 11 دولة، 7 جلسات حوارية، 5 خطابات ملهمة، 7 ورش عمل، 12 منصة تفاعلية و15 شريك للنجاح خلال يومين المنتدى بتاريخ 26-27 سبتمبر في مركز أكسبو الشارقة. المتحدثون استعرضوا تفاصيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها 8 التي بدأ استقبال المشاركات فيها منذ مارس الماضي. هذه الجائزة لا شك راح تركز على كيف كان المحتوى، كيف كان إنجاز الأعمال خاصة في فترة كورونا. هناك جنود مجهولين مارسوا عمل جبار في الاتصال الحكومي لإيصال الرسالة والوعي للجمهور. أعتقد الجائزة راح تقف معهم وقفة شكر وامتنان. وخلال المؤتمر الصحفي أيضاً تم الكشف عن خطة المنتدى للاتصال الحكومي للسنوات العشر المقبلة، حيث سيتم تخصيص يوم في السنة للاتصال الحكومي والإعلام وإطلاق مشروع الرخصة المهنية للاتصال الحكومي، إلى جانب استحداث مؤشرات لقياس تأثير الاتصال على الممارسات الإيجابية لدى الجمهور والعديد من المشاريع الأخرى. إذن 26 و27 من الشهر الجاري على موعد لاستعراض دروس الماضي وتطلعات المستقبل خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. لأخبار الدار هدى سالم، إمارة الشارقة.